سلم لي ما كما سكتم شمت انا في فيديو جديد. في فيديو اليوم باش نوريكم كيفاش تيليشارجيو كامتازا ستوديو 9. كامتازا ستوديو 9 هي بتبال فيرسيون اللي بات كامتازا ستوديو 8.5. بون تبدلت ياسر من ناحية اللوجو، من ناحية معناها لوجيسيال من الداخل، ولا بريسك معناها مش بروفيسيونيل مي بريسك بروفيسيونيل، ويقرب ياسر ولا السوني فيجاس برو، لادو بريمير برو سي سي 2016. بون ما غير ما نطول عليكم باهي نوريكم كيفاش تريشارجيو. دونك نكتبو كامتازا ستوديو 9. دونك باش تريشارجيوها نحنا من السيت اوفيسيال نتاعهم كامتازا ستوديو. دونك تيك سميت دونك مش باش تريشارجيو، مش معناها باش تريشارجيو كيما نقولو معناها باش تريشارجيو لسي معناها 30 جور هذوك 30 يوم. باش يابا باش نوريكم كيفاش وليت، أو مثلا كي هكا وليت بون بريسك بروفيسيونيل باهي مش خايب. باهي دونك تعملو اسي جراتوي باش تلقاوها في الدوسي اللي تريشارجتو فيها. انا مثلا قاعد هنا تلقاوها هكا كامتازيا. دونك تعملو اكسبت و انستال. دونك هذوما الكل تخليهم هكا، تحطو كروا لنا ولا لنا ولا لنا. دونك الكل تعطيني كروا وتختاروا هنا وين باش تحطوا دوسي. دونك لهنا هنا في السي كونتينيو انستال. دونك تعمل الانستالاسيون من اللي بتبيع تريشارجيتها من غير ما تريشارجيها، وتعمل الانستالاسيون هادي وتحل لكم و 30 جور معناها 30 يوم هكاو. دونك توا نوصل لاخر فيديو نتاعي، ان شاء الله يكون عندكم شويه تكونوا استنفعتوا منه. ما تنساوش لايك كومنتير شير سبسكرايب. نتلاقاو في الفيديو الجاي. سلام.